كان الشباب المشهد اللافت فيها، وأفرد جدول كوب 27 يوما خاصا لهم بين جلساته. دور الشباب ومبادراتهم وأهمية إدماجهم في العمل المناخي لمواجهة خطر تدهور المناخ، أمر لا غنى عنه كما أكد العديد من قادة الدول. إشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة. أتاح مؤتمر المناخ للشبان العاملين في مجال البيئة كمحمد وغيره فرصة ذهبية للمشاركة والانتشار بأكثر من طريقة. احنا كناس بنشتغل في مجال البيئة كنا بنواجه تحديات، ان احنا نحاول نوصل المشاكل والتحديات اللي احنا بنواجهها للقطاع الخاص، لمؤسسات تانية، لصناع القرار. فمؤتمر المناخ وفرنا الفرصة دي ان احنا قدرنا نتفاعل مع اصحاب مصلحة مختلفة، ولكن المهم ان ما يكونش مع نهاية مؤتمر المناخ هو ده النهاية وان احنا نرجع تاني للمشاكل المواجهة، لان نبدأ ان الحوار يفضل مكمل. منذ عدة سنوات تعمل مبادرة فيري نايل على مواجهة التلوث البيئي، تنظيف مياه النيل من المخلفات البلاستيكية أبرز أدوارهم إلى جانب العمل المجتمعي. أهم حاجة عملناها إن إحنا شغالين باستدامة، إن إحنا كل يوم بنلم بلاستيك من النيل، فحوالي 120 طن في السنة وهنزود عن ده، وإن كل حاجة بنلمها بيعاد تدويرها بشكل إن هي نقدر نعمل بيها منتج جديد بدل ما ينتهي بيه بالمطاف في البيئة. أطنان البلاستيك الملوثة للبيئة تتحول هنا إلى منتجات يعاد استخدامها. يعد التلوث البلاستيكي من المشكلات البيئية الأبرز، وبينما تسعى هذه المبادرة الشبابية لتكون جزءا من حل المشكلة في مصر، لا تزال قضايا بيئية أخرى تؤرق المختصين والمسؤولين، سيما مع تفاقمها بسبب التغيرات المناخية. فمشكلات الجفاف والتصحر وتأثر المحاصيل الزراعية باتت أكثر وضوحا، ويبحث لها المتخصصون باستمرار عن حلول للتكيف والتخفيف. خبراء الزراعة يبحثون عن بدائل بأصناف من الأرز تستحمل الجفاف الذي أصبح لدينا. حضرتك تعرف أن مصر من أكثر الدول فقرا مائيا، نصيب الفرد من الماء هو أقل من النسب الدولية بكثير، فمع التزايد التغيرات المناخية أصبح هناك خطر أكثر أن ده حيكون بيهدد الغذاء أو يهدد نصيب الفرد كذلك من الغذاء في مصر. المزيد من توعية الشبان بقضايا المناخ ومشاركتهم في تقديم الحلول بات ضرورة كما يؤكد مختصون، فالشبان صناع القرار في المستقبل، وإذا لم يكونوا قد تسببوا في كارثة تغيرات المناخ فإن ذلك لن يجنبهم مواجهة أخطارها. هاشم مناع، الحرة، القاهرة.